احس دانا مو مستانسة. بالعكس، هذه احسن ايام حياتها، رجعت ترسم ولوحاتها مطلوبة في كل مكان. اي بس مو شرط يعني هالشيء يونسها. اسأليني عنها، ما في شيء في الدنيا يسعدها كثر هالشيء. دانا معجونة بالفن، الرسم كل حياتها وسر سعادتها الوحيد. صدقين حسيت انها قاعد تخطط تلفت انتباهي لاخوها راشد. شلون يعني؟ تمدحه قدامي وتقول لي انه هو خوش ولد، قاعد تدور له بنت الحلال. ودامك ذكيه كذي، انت ايش رايك؟ ايش رايك شنو؟ في راشد؟ تبين تطمنين اني ما ابي؟ نعم تطمني، ما ابي ولا فكرت فيه حتى. يما مو كنا صغير عليك وايد؟ شو هالكلام اللي تقولينه؟ يما لا تنفعلين، انا ما قلت شيء غلط لا سمح الله، بس ترى انا ماني غبيه، قاعد اشوف ايش كثر مهتمه فيه. انا مهتمه لان فعلا انا ودانا متفقين نزوجكم، يعني انا مهتمه علشانك انتي. انا احترم ذكائك بس انتي ما تحترمين ذكاء بنتك. شلون تكلميني بهالطريقة؟ يما انتي طول عمرك صريحة معي وعودتيني على الصراحة وان نحترم ذكاء بعض. يما لا تندفعين، انا عارفة انك من عقب هالسنين من حقك تتزوجين، بس راشد وايد في فرق عمر بينكم، حطي هالشي ببالك. نتها البنية، أنا مو كذي.